اصحاب موقف وقت بيسالوني الاولاد انه يا بابا وين ليش هيك مالك اجر، ليش ما بتمشي، ليش ما بتطلع، ليش ما بتتحرك، ليش ما بتشتغل، هذا بلاقيه صعب انه ما عم بحسن امل لهم شيء كمان. نتمنى نركب طرف ونشتغل قدام هالولاد نعيشهم ونرجع لبيتنا على أرضنا، نشتغل نحوينا دبة بقر، نشتغل في الأرض في الزراعة، هذا اللي بتمناه، بلكي الله عز وجل بيفرج علينا. ده الولد بيسألنا يا بابا وين طرفك، وين رجلك، ليش مالك أجر؟ بقول له يا ابني خلقة مالي، بيطلع هيك بينزعج بيقول لي يا بابا اتمنى انه ركب هيك طرف واطلع اشتغل قدام الاولاد وعيشهم، ما مديدي للناس، هذا أحسن شيء بتمناه.